مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة خاصة من حلقات سؤال جريء. أخ بارينو، أهلا بك. أهلا يا أخ رشيد، أشكرك على الدعوة. وأنا سعيد بهذا اللقاء. خليني أسأل أول سؤال، من هو الأخ بارينو؟ الأخ بارينو ولد في بلد أوروبي، ونشأ في أسرة غير متدينين، فكذلك تأثرت من عقيدة والدي، وهم لا يعتنقون بأي دين. لكن ماذا كانت خلفية الوالد والوالدة مثلا، لو تعطينا فكرة عن هذا الأمر؟ والدي مصري قبطي، لكن خرج من مصر من زمان، وكان له اختبارات سيئة مع الكنيسة ومع رجال الكنيسة، فلذلك ترك التدين وأصبح رجل لا يهتم بالدين أصلا. وأمي ألمانية، ولدت في ألمانيا ونشأت هنا، وأيضا لها اختبارات سيئة بالنسبة للكنيسة، فلذلك أيضا استبعدت عن الكنيسة وعن التدين. فالاثنان كان غير متدينين. صحيح. وطيب، يعني خلال تربيتك ونموك في هذا الجو اللاديني، ماذا ممكن أن تقول لنا؟ فطبعا الطفل يتأثر من عقيدة الوالدين. صح. هذا طبيعي جدا، فهكذا نشأت وتربيت في هذا الجو، ولم أعتنق بدين ما، لم أؤمن بأن هناك إله متصرف في الكون. نعم. ولكن مع الوقت، لما بلغت من العمر تقريبا 14 سنة، 15 سنة، 16 سنة هكذا، كنت أشعر في الداخل أن هناك صوت يحركني و حثني على أن هناك إله خالق، وكانت نفسي تريد أن تتحدث مع هذا الخالق مهما كان. يعني أنا لم أكن أعرف من هذا الخالق. نعم. من هو، لم أكن أعرف، ولكن الذي كنت أعرفه هو أن هناك اشتياق داخلي كان يحرك نفسي أن بالتعرف على هذا الإله وهذا الخالق. وهل كان لك أي فكرة ولو بسيطة عن المسيحية والإسلام وأديان أخرى، أم لم تكن لك أي فكرة؟ طبعا نحن هنا في أوروبا نعيش في بلاد مسيحية نوعا ما، مع أنها ليست بلاد مسيحية بالكامل، ولكن طبعا أنا كنت أعرف أن هناك أديان، ومن ضمن الأديان الدين المسيحي، ولكن لأن أبي وأمي لم يكونوا يتكلموا عن الدين المسيحي إلا بالانتقاد بالسلبيات، فتأثرت من هذا الفكر وقلت لنفسي لا، هذا الدين لا يمكن أن يكون دين حقيقي. فهل اتجهت إلى أديان أخرى؟ نعم، تعرفت على أصدقاء مسلمين ووجدت فيهم إخلاصا في تدينهم،
وفي تعاملهم مع إلههم، فعجبني جدا هذا الصدق والإخلاص الذي رأيته فيهم. هل هم من نفس الخلفية، يعني نوع من الاختلاط ما بين ثقافة أوروبية وثقافة عربية؟ لا، شرق أوسطية. الشخص الذي أتكلم الآن عليه هو شخص أفريقي، ولد مسلما عاش مسلم، مؤمن. وأنا حدث أننا عشنا في نفس البيت لفترة معينة، وفي ذلك الوقت تأثرت جدا بتدينه، ورأيته يصلي، أو هو كان نحن كنا نتكلم عن أمور كثيرة، ويعني من أين جئنا إلى أين المصير. وعلمني أن هناك صلاة نصلي بها ونتواصل مع الإله عن طريق هذا الصلاة. وسمعته يتكلم عن هذه الصلاة، وفي نفس الوقت كان يصلي، وحدثني عن الصيام كوسيلة أو طريقة نتعامل بها مع الله، وفي نفس الوقت كان يصوم صيام رمضان مثلا. فتأثرت كثيرا بهذا الشخص، وقلت يوما: نعم، أنا أريد أن أذهب معك إلى مسجدك الذي تذهب إليه كثيرا، لعله بيت الله. وقبل ذلك لم أكن في مسجد قط. كانت أول تجربة لك؟ نعم، أول مرة ذهبت إلى مسجد. فوجدت هناك شباب كثيرين يجلسون في المسجد، عاكفين، عابدين. وفي المقابل في الكنيسة، لما ذهبت إلى الكنيسة لم أجد هناك إلا ناس كبار في السن، لم أعرف التواصل معهم. كان قبل ذهابك للمسجد هذا، يعني ذهابك للكنيسة، أو بعد أو أثناء نفس الفترة؟ قبل المسجد ذهبت مرة إلى الكنيسة، وهذا ليس شيء غريب، يعني الكنائس موجودة ومفتوحة، فكل واحد ممكن. فضول، يعني نوع من الفضول. نعم، ذهبت لكنيسة يعني تقليدية نوعا ما، أو لا تتذكر؟ لا، في ذلك الوقت ذهبت إلى الكنيسة لكي أتكلم مع قسيس، وكنت أريد أن أتكلم مع الناس مختلفين عن عقائدهم. نعم. ولكن ما وجدت في الكنيسة لم يعجبني. فذهبت مع هذا الصديق إلى المسجد، وهناك رأيت شباب، ووجدت نوعا من الجدية للعبادة، وعجبني جدا. ومن ذلك اليوم ذهبت مرارا وتكرارا مع الأخ إلى المسجد. ويوما من الأيام لما تعلمت القليل عن هذا الدين، قلت: نعم، أنا أريد أن أصبح مسلما. فهكذا صرت مسلما. ولكن هل أخذوك عند الإمام أو شيء من هذا القبيل؟ نعم، أنا كان للإمام المسجد دروس، وأنا حضرت تلك الدروس، وتكلم الإمام في تلك الدروس عن الجانب الروحي للإسلام، والجانب
جميل للإسلام، تكلم عن صفات الله، أن الله العلي الكبير. وهل هذا الكلام كان بعد قبولك للإسلام أم قبل قبولك للإسلام؟ لا، قبل قبولي للإسلام تكلمت مع الشيخ عن تلك الأمور، وتعرفت على الإسلام من طريق روحي، أو يعني ظننت أن الإسلام طريقة روحية تساعدني للوصول إلى الله. نعم. فالذي كنت أعرف عن الإسلام أن الإسلام يأمر بالصلاة والزكاة والحج والصوم والصوم والشهادة، طبعا والشهادة هي أن يشهد المرء أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ولكن طبعا في ذلك الوقت لم أكن أعرف ما وراء هذا الشعار، فظننت أن الإسلام طريقة روحية إلى الله. هل عندما قررت قبولك للإسلام هل تمت هناك مراسيم يعني تقديم الشهادة وإعلانها أمام الناس، وهل هناك يعني خطوات معينة عملية عملتها أمام الجميع؟ نعم، في درس من الدروس قررت أن أسلم، فقلت للشيخ أنا أريد أن أصبح مسلما، أنا اقتنعت بالإسلام، فقال لي طبعا نحن سعداء جدا ونرحب بك و مبروك. فقال لي عليك أن تنطق الشهادة، وفي ذلك الوقت لم أعرف اللغة العربية أبدا، لا كلمتين ولا كلمة ولا حرف. فالشيخ نطق الشهادة كلمة كلمة، وأنا قلت الشهادة وراءه كلمة كلمة، أنا أشهد إلى آخر الشهادة. وعندما تمت يعني اعتبرت نفسك مسلما. نعم. طيب قلت شيء مهم، أنك لم تكن تعرف اللغة العربية ومع ذلك صرت مسلما. طيب هل كنت تسمع القرآن يتلى في المسجد؟ طبعا. ويعني كيف كنت تقبل القرآن وأنت لا تفهم منه أي حرف؟ حقيقة أنا لم أقبل القرآن، وإنما الطريقة الروحية إلى الله التي ظننت أن الإسلام هذه الطريقة، فلم أكن أعرف الكثير عن الإسلام في ذلك الوقت. نعم. وطبعا أنا استمعت إلى تلاوة القرآن وعجبتني جدا، لأن التلاوة كانت يعني الأصوات واللحن والمؤثرات الصوتية، يعني صحيح الإنسان صحيح يصير عنده تأثير الصوت على عواطفنا. بالضبط. نعم. وعجبتني القرآن جدا، ولكن من هذا الجانب. نعم. وليس عن فهم، وإنما فقط جمال تلاوة القرآن. نعم. طيب قررت أن وأنا قال لي أخي لازم تتعلم اللغة العربية ولو لكي تصح صلاتك. يعني ليس أخي، يعني أخي في الإسلام. صديقي. الصديق الذي كنت تعيش نعم معه. نعم. فقال لك أنه لازم تتعلم العربية لتصح صلاتك. أو على الأقل صلاتك. مش لازم تتعلم اللغة كاملة، وإنما الآيات التي تستخدمها لكي تصح صلاتك. نعم. فأعطاني كتابا مكتوب فيه
سورة الفاتحة بالحروف اللاتينية وبعض السور القصيرة في آخر القرآن أيضا بالحروف اللاتينية لأنني لم أكن أعرف الحروف العربية. نعم. وقرأت تلك السور في الصلاة طبعا بلهجة غريبة وبنطق غريب. ولكن قال لي صديقي هذا لا يضر، اقرأ ولو بطريقة غريبة تقبل الله. وبعد هذا يعني استمريت على هذه الحال، هل تعلمت أكثر عن الإسلام واختلطت بالمسلمين أكثر وبالمسجد ونمت معرفتك بالإسلام؟ نعم طبعا، أنا كنت أذهب إلى المسجد تقريبا كل يوم، كل مساء بعد المدرسة ذهبت إلى المسجد وجلست مع الإخوة هناك واستمعت إلى تلاوتهم للقرآن، وحبيت أن أقرأ معهم القرآن وأتعلم معهم الدين الإسلامي الذي قد دخلت فيه. فبدأت أن أتعلم الحروف العربية، ثم قرأت في القرآن، بدأت بسورة البقرة وأخذت كل كلمة وترجمتها، وهكذا بدأت أتعلم اللغة العربية، وفي نفس الوقت بدأت أتعلم قراءة القرآن والتجويد، وعجبني جدا قراءة القرآن والتجويد والتلاوة. هل أخبرت عائلتك بالأمر أم كان الأمر سرا؟ الأمر كان علانية، وأمي هي عاشت على قاعدة، قالت أنا لا أريد أن أعمد أولادي عليهم أن يختبروا وأن يختاروا الدين المناسب لهم. فأن أصبحت مسلما هذا لم هذا شأنك، هذا كان مقبول وما يعني لم تعترض هي. صحيح. والوالد؟ والوالد لأنه مصري ويفهم في الإسلام القليل، قال كان شيء غريب بالنسبة له، ولكن قبل الأمر ولم يعترض. لم يعترض أيضا، يعني كنت يعني لم تكن لك أي مشاكل البتة بخصوص قبولك للإسلام؟ لا. مشاكل عائلية أقصد؟ لا. إذن كم استمر هذا الأمر؟ أنا التقيت بأناس كثيرين في المسجد، وكوننا جماعة صغيرة لكي ندرس القرآن والأحاديث سويا، وكان هناك أخ مصري درس الإسلام في الأزهر، ونحن كنا شباب تعلمنا الإسلام نوعا ما على يده، وأنا كنت يعني أن اشتغلت نفسي بالإسلام كثير. أنا يعني لا يكاد يوجد ساعة لم أسمع إلى القرآن، يعني أنا كنت أحب القرآن وتعليم الإسلام جدا، فكنت أستمع إلى القرآن باستمرار. يعني أخلصت لمعتقدك الجديد؟ على قدر الإمكان.
نعم. طيب في هذه الفترة كم كانت مدتها؟ يعني تقريبا من كم استمرت؟ لأن احنا جايين لمراحل تانية سأسألك عنها، لكن هذه المرحلة بالضبط، مرحلة قبول الإسلام، تعلم الإسلام، النمو في الإسلام إلى آخره، كم استمرت؟ أنا قبلت الإسلام وكان عمري 18، وارتدت عن الإسلام وكان عمري 23، يعني استمرت خمس سنين. سنين. خمس سنين. طيب في خلال هذه الخمس سنين هل ممكن أن تقول لنا بعض الأشياء التي تعلمتها عن الإسلام، بعض الأشخاص الذين كان لهم تأثير كبير على حياتك الإسلامية؟ ما هي طموحاتك كمسلم تعيش في الغرب؟ يعني كل هذه الأمور نريد أن نرى نظرة من داخل بعيون شخص أوروبي اعتنق الإسلام، كيف كان ينظر للأمر؟ أنا في الإسلام تعرفت على ناس كثيرين، وأيضا شباب ألمانيين كثيرين اعتنقوا بالإسلام، وكنا نشد بعضنا البعض، وفيهم من بدأ طريقه في الصوفية ثم اعتنق بالمنهج السنية، وفيهم من كان على منهج السنية ولكن ونحن كنا في مسجد سني، ولكن بعض الإخوة قالوا بعد الدراسة الطويلة قالوا لا نعتقد أن الحق الإسلام الحقيقي هو هنا في هذا المسجد، لابد أن نذهب إلى مسجد سلفي لكي نتعلم الإسلام الحقيقي صحيح. فأيضا يعني حتى في المساجد في أوروبا هناك توجهات. طبعا طبعا في أتراك، والأتراك يعني الذين أسلموا لا يذهبون إلى مساجدهم، لأنهم يظنون أنهم لا يعلمون الدين الصحيح. فالأتراك مساجدهم لوحدهم. صحيح. يذهبون لمساجد العرب. نعم. طيب أي تيار بالضبط هو الذي يذهب له الشباب الأوروبي الذي يسلم؟ الأغلبية منهم يذهبون إلى التيار السني أو ما يقال أهل السنة والجماعة. يعني التأثير السلفي. صحيح. هل هذه المساجد يعني وربما يكون أن المدخل إلى الإسلام ممكن يكون مختلف، ولكن في النهاية يصلون إلى أهل السنة والجماعة. كل ما درسوا الإسلام أكثر كل ما اقتربوا إلى المنهج السلفي. هذا ما اختبرته أنا. وهل رأيته في شباب آخرين؟ صحيح. يعني نحن نريد أن نأخذ نظرة موضوعية عن الأمر أو ميدانية. هذا ما رأيته. طيب في هذا التحول أو هذا الاتجاه إلى تيار معين، هل هو مدعوم؟ هل أغلبية المساجد، ما هي نوعية أغلبية المساجد؟ أغلبية المساجد تبع لأهل السنة والجماعة. نعم. فهل تعتقد أنه التمويل السعودي وأموال الخليج لها تأثير في نشر المد السلفي في أوروبا أم لا؟ أكيد أكيد. وهؤلاء السلفيون ينشرون كتب كثير ويجاهدون ويبذلون جهدا في دعوتهم، وطبعا هذا ممكن أن يكون ممول من السعودية طبعا.
طيب، نظرتكم للمجتمع الأوروبي كشباب مسلم اعتنق الإسلام، كيف صرتم تنظرون؟ هل تغيرت النظرة؟ هل تغيرت نظرتك لأصدقائك؟ لابد أن يتغير، لأنه قرأنا وتعلمنا حديثا قال محمد فيه: من تشبه بقوم فهو منهم. صح. وهذا الحديث له تأثير كبير للشباب هنا في ألمانيا. والآن ما أزال أسمع في أذني صوت واحد من الكبار في المسجد قال لي: اقرأ هذا الحديث، هذا حديث مهم جدا، وعليك أن تتعامل مع المجتمع على أساس هذا الحديث. وقرأنا وتعلمنا آيات كثيرة، ومن ضمنها الآيات التي تطلب من المسلم كراهية الآخرين واستبعاد عن المجتمع الكافر. يعني تعلمتم من خلال الأحاديث والنصوص الإسلامية الانفصال عن مجتمعكم الأوروبي. صحيح. هل اعتبرتم المجتمع مجتمعا كافرا؟ طبعا. فما هي بعض الآيات التي تذكر الآن أثرت فيك وتركت هذا الأثر الكبير أنه لازم تنفصلوا عن المجتمع الكافر؟ على سبيل المثال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. يعني وهم كافرون. فالذي يتولى منهم فهو كافر مثلهم. طب مثلا آخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم. ويذكر في هذه الآية أقرب الأقرباء. نعم. فإذا هذه الآيات تأثيرها عليك ماذا كان؟ هذه الآيات سببت حرج في نفسي، ولكن وصراع وبدأ الصراع الداخلي، لأنني كنت أؤمن أن هذا كتاب الله، ومن المفروض أن كل كلمة وكل آية في هذا الكتاب لها حكمة، وعلينا أن نأخذها كما هي. نعم. بغير تمييع. ولكن في نفس الوقت كان لي أصدقاء غير مسلمين، فكيف أتعامل معهم على أساس هذه الآيات؟ صعب. وحتى أبي وأمي كافران، فكيف أتعامل معهم والآية تقول ولو كانوا آباءهم؟ فإذا المطلوب منك تكره أبوك وتكره أمك بحسب. نعم. هذه الآية. نعم صحيح. وهنا بدأ الصراع، لأنني قرأت شيئا ومن المفروض أن أؤمن بشيء لا يطابق الذي يوجد في الداخل، حتى ضد الفطرة الإنسانية. صحيح. والحب للأبوين من الفطرة. نعم. طبعا، يعني كل إنسان يحب أباه. نعم. وأمه. نعم. هذا شيء طبيعي، ولكن الدين الإسلامي أمرنا بعكس ذلك. نعم. أمرنا في حالة الكفر. نعم. ببغض الكافرين. نعم. وبأن نكرههم. طيب، هل هذه الآيات كانت جزء من خليني أقول تحفظات أو تساؤلات كبيرة بقيت بداخلك؟ أكيد أكيد. نعم، تلك الآيات سببت أو أدت إلى حرج. وأنا حفظت آية
تقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت يا محمد ويسلموا تسليما. وكان من الصعب جدا تطبيق هذه الآية، لأنني وجدت في نفسي فعلا حرجا مما قضاه محمد وإله محمد، ومن الصعب جدا التسليم لهذا الأمر. طيب، هل خليني أسأل سؤال محدد، هل بعض الشباب بمن فيهم أنت كانت لكم أي توجهات جهادية مثلا، يعني بما معناه أنه نجاهد ضد هذا المجتمع الكافر، لازم نعمل شيء حتى نغير هذا المجتمع، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب تغيير المنكر حتى لو باليد، هل صارت أي نقاشات أو أشياء من هذا القبيل؟ أنا قرأت الكثير عن هذا الموضوع، لأن القرآن مليء بالفكر الجهادي والقتال ضد الكفار، فطبعا الأمر طرح وتناقشنا هذا الأمر، ولكن الأغلبية يقولون لا نملك القوة لكي نقاتل الكفار، فلذلك حرم علينا الجهاد بمعنى القتال. إذن هي ليست مسألة اقتناع، الاقتناع هو بضرورة جهاد المجتمع الكافر، هي مسألة إمكانيات. نعم، لأن العبادة بالوسع، على قدر الاستطاعة. على قدر الاستطاعة، صحيح. نعم. ولا نملك هذا الاستطاعة، والعدة ليست موجودة. فإذن هو مسألة مؤجلة فقط. صحيح. ولكن الذين تناقشت معهم هذا الأمر قالوا لي: نعم، الآيات موجودة وليست منسوخة، والآيات قائمة، ولكن المشكلة فقط في التطبيق، لأننا لا نملك القدرة. أسمع بعض الناس يقولون أن طموح الجاليات الإسلامية والشيوخ في المساجد ومن يسلمون أيضا في الغرب هو يوما ما أن يحكموا بالشريعة الإسلامية في هذه البلدان، هل هذا صحيح بحسب تجربتك الشخصية؟ أنا اختبرت أن يعني جاءني وأتاني بعض الإخوة وقالوا لي: نعم، نؤمن بالشريعة الإسلامية كاملة ونريد تطبيقها على الأرض الواقع، ونتمنى أن نحكم بالشريعة الإسلامية حتى هنا في دولة أوروبية، ولكن لا نستطيع ذلك الآن، فلا نقطع يد السارق ولا نرجم الزاني، نرجو الزاني أو نجلد، ولكن نتمنى أن نصل إلى هذه المرتبة. إمتى؟ متى؟ حينما يوجد عندنا القدرة، وحينما نستطيع ذلك، وحينما أصبح عددنا كافيا لهذا الأمر. فإذا هي طموح موجود، أنت تؤكد هذا الكلام 100%. نعم. طيب، هل قبل الحل، ولكن في نفس الوقت قالوا لي: لا تقول هذا جهرة أمام الناس حتى لا تتعرض للمشاكل، حتى لا تتعرض للمشاكل، وأيضا لأن الكفار أصلا لا يفهمون ديننا، ولا نريد أن نريهم هذا الأمر الآن. لا داعي لإظهار
هذه العقيدة وهذه الشريعة الآن، لأن الوقت الآن ليس مناسب. هل هذا الأمر كان يفرحك أم كان يخيفك؟ كان غريب بالنسبة لي، لأنني قلت لنفسي لماذا نستحي من إظهار شريعة الإله الذي خلقنا وأعطانا هذا الدين، فعلينا أن نبشر بهذا الدين، فلماذا نخفي على المجتمع جزء من هذا الدين؟ إذا كنت راضي على فكرة أنه لازم نجاهد هذا المجتمع، أو في يوم من الأيام نطبق فيه حدود السرقة وحد الزنا وحد الخمر وحد إلى آخره؟ أنا لا أعرف كيف وصلت إلى هذه المرتبة، ولكن نعم فعلا في يوم من الأيام آمنت بأن الشريعة لابد أن تطبق كاملة. قبل بداية الحلقة قلت لي بأن من بين الأشخاص الذين تأثرت بهم هو الشيخ أبو يحيى الليبي المعروف في خصوصا في الأوساط الجهادية وعلى الإنترنت. ولكن يا أخ رشيد، ممكن نرجع إلى هذه النقطة، لأنها نقطة مهمة. تفضل، عندك كل الحرية. أنا فقط أردت أن أدخل عنصر آخر من العناصر التي أريد أن أسأل عنها، لكن لك كل الحرية. وددت أن أركز على نقطة مهمة، لأن أنا أصبحت مسلما على أساس اشتياقي لمعرفة الله، وعلى أساس اشتياقي للصلاة، وأعبر عن ما يوجد في داخلي. نعم. ولكن مع الوقت في الإسلام أنا لا أعرف كيف، ولكن أصبحت أو ضاع هذا الاشتياق مني، وأصبح الأمر بارد. لا أعرف، يعني الاشتياق الأول ضاع واستبدل بالطلب لمعرفة الأحكام فقط، وأصبحت شاب اعتنق بالدين على، وهذا الدين هو عبارة عن مجموعة وصايا وطقوس، وهذا حلال وهذا حرام، وأنا تأثرت بهذا الفكر وأصبحت هكذا. هل أحسست بأنك خدعت نوعا ما؟ يعني كان مدخلك روحيا لكن تغير لشيء آخر؟ بكل تأكيد نعم، هذا ما كنت أريد أن أقول. نعم، وأنا لم أكن واعيا لهذا الأمر، هو حصل هكذا تدريجيا. فقدت الاشتياق الأول وتبنيت الفكر أن الدين مجموعة محرمات و أوامر ونواهي صحيح، وطقوس نؤديها صحيح، وفرغنا من الداخل صحيح. وحتى الصلاة في البداية كنت يعني أحببت الصلاة جدا، ولكن مع الوقت تحولت يعني لروتين. نعم، حول إلى روتين هذا أمر. والأمر الثاني أن يوما من الأيام جاء صديق وقال لي يعني صلاتك غير صحيحة بالطريقة التي تصلي الصلاة، لابد أن تعمل الحركة هذه ومش عارف إيه. فأصبح الصلاة ليست يعني تعبير عن تلقائي. نعم، ويعني ليست وسيلة للحديث مع الإله، وإنما شيء روتيني، يعني شيء يعني كأني مكنة، وإن جهلت أن أفعل
بالأصبع هكذا مثلاً، أو أعمل تكبيرة الأحرام هكذا، فأصبحت الصلاة باطلة. نعم. والفكر أن هناك صلاة باطلة صعبة جداً أن يقبلها الإنسان. إذا يعني عودة لبعض الأسئلة التي لا زالت عالقة في ذهني، أريد أن أجد لها إجابة، وأنا متأكد أن المشاهدين أيضا لو يتابعون هذا الحوار باهتمام يريدون فهم بعض. أول سؤال عندي هو، ما الذي جذبك وجذب مجموعة من الشباب الأوروبي للإسلام؟ أريد أن أعرف الشيء الأهم الذي جذبكم. الفراغ الروحي في المجتمع والإسلام كبديل عن هذا الفراغ الروحي. والناس يظنون أن الإسلام هو دين روحاني ويعطي للإنسان شيئا لاشتياقه لهذه الروحيات. نعم. ولكن طيب، السؤال الثاني الذي من الأسئلة العالقة، قلت لي شيئا في قبل بداية الحلقة أنه تأثرت ببعض الأشخاص، وكان من بينهم شيخ جهادي معروف على الساحة الجهادية وعلى الإنترنت بالأخص، وكانت تنشر له مؤسسة سحاب إلى غيره، الشيخ أبو يحيى الليبي. ما تأثير الشيوخ الجهاد زي بن لادن، الظواهري، مصطفى أبو اليزيد، حتى أنور العولقي مثلا وغيرهم، على الشباب الذي يعتنق الإسلام في أوروبا؟ التأثير كبير وعظيم، لأن هؤلاء الشيوخ صادقين فيما يقولونه وفيما يفعلونه. فيبدو أنهم لا ينطقون بعقيدة فقط، وإنما يمارسون هذه العقيدة. وهم يعني هم مخلصون لعقيدتهم بغض صحيح. النظر عن صحتها وخطأها. صحيح. لو قبلنا أن القرآن كتاب الله وأن الأحاديث الصحيحة فعلا صحيحة، فهؤلاء الشيوخ هم على الصراط المستقيم، هم أكثر الناس فهما للإسلام وتطبيقا له. صحيح. والمرء يشعر هذا عندما يشاهد الدروس دروسهم. وأنا أيضا أنا كنت أشعر وحسيت أن مثلا الشيخ أبو يحيى الليبي فعلا رجل صادق مخلص، ولا يكاد ينطق إلا بآيات قرآنية، وكل ما يقوله يستدل بآيات وأحاديث وأقوال العلماء، وهو على أساس راسخ. إذن قلت لي أنك حفظت قصيدة من قصائدي، لو تطلع المشاهدين فقط لأنه حتى يروا هذا الأمر على الكاميرا، لو تعطيني بعض الأبيات من هذه القصيدة أقول لك شاكر. أنا لن أرثي من باع الدنا واشترى الأخرى وللخلد رنا، ومضى ثبتا ومن أعماقه ومضى الإيمان ومضا وسنا، مسعر للحرب فردا باسلا، إن يقل من ليثها قال أنا، صارم القلب جريء صدر، قد رافق البأساء واعتاد العنا، بين جنبيه هموم لو ثوت فوق طود شامخ منها فنا، ما قنى المال ولكن دهره تحت ظل السيف أو سمر القنا، تاليا للذكر بكاء إذا قهقها المغرور في دنيا الغنى. مسعر للحرب فردا باسلا، إن يقل من ليثها قال أنا، صارم القلب جريء الصدر، قد رافق البأساء واعتاد العناء، بين جنبيه هموم لو ثوت فوق طود شامخ منها فنا، ما قنى المال ولكن دهره تحت ظل السيف أو سمر القناة،
تاليا للذكر بكاء إذا قهقه المغرور في دنيا الغناء. هذه قصيدة للشيخ أبي يحيى الليبي، وأنا حفظت جزءا من هذه القصيدة حبا لهذا الشيخ الذي أعتبره صادقا. نعم. هل كان بعض الشباب مثلك يتابعون هؤلاء الشيوخ ويحفظون أقوالهم ويريدون يوما ما الاستشهاد في سبيل الإسلام؟ نعم، هؤلاء الشيوخ وخاصة هذا الشيخ هم أبطال، ويعتبر والشباب يعتبرون أنهم فعلا علماء الأمة، وهم رمز صدقوا ما عاهد الله عليهم. رجال صدقوا ما عاهد الله عليهم. طيب، ما تأثير هذه، هل تكونت بعض الخلايا في أوروبا التي تريد تنفيذ ما يقوله الجهاديون مثلا؟ هل كان هناك أي فكر ولو من باب الرغبة أو من باب الحلم أو من باب الطموح أو الأشياء من هذا القبيل؟ الرغبة موجودة، ولكن التطبيق أنا طبعا أستطيع أن أتكلم فقط عما رأيته. التطبيق ما كان موجود، ولكن الرغبة كانت موجودة. وقال المرء أو قال الشخص: والله أنا أتمنى أن أفعل ما يفعل الشيخ أبو يحيى الليبي، ولكن أنا ضعيف وإيماني ضعيف، ولكن أتمنى أن أجاهد في سبيل الله. طيب، عودة للتساؤلات التي كانت عندك والحرج الذي كنت تحس به، هل هناك شيئا ما قادك إلى بحث عن بديل آخر روحي غير الإسلام؟ نعم، أنا كنت في البداية درست في المسجد الدين الإسلامي، وبعد قليل أو يعني بعد فترة قمت أنا بدراسة الشباب في المسجد. فيوما من الأيام وددت أن أعمل دراسة عن العقيدة الفاسدة المسيحية. فقرأت كتابا من شيخ سعودي كتب عن العقيدة المسيحية التي لا حقيقة لها، ونعرف هذا الكلام جيدا. ولكن في هذا الكتاب وجدت اقتباسات من الكتاب المقدس، ولكن اقتباسات ناقصة، يعني نص آية نقطة 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 وإن انتهى الأمر، واستدل الشيخ بهذه الآية. فوددت أن أعرف ما هو وراء هذه الآية. ففتحت الإنجيل، والحصول على الإنجيل والكتاب المقدس هنا سهل جدا. ففتحت الكتاب المقدس وقرأت خصوصا في إنجيل متى، وتعرفت على شخص المسيح من خلال قراءتي للإنجيل. وما رأيته كان فعلا يعاكس أو يعني ما مختلف عما قرأته في كتاب الشيخ. قرأته في كتاب الشيخ، وعجبني جدا هذا الشخص المسيح بغض النظر عن العقيدة التي توجد حوله، يعني هو كشخص كمعلم، وبغض النظر هل الكتاب محرف أم غير محرف، بغض النظر عن كل تلك الأمور، فقط
التعرف على هذا الشخص في هذا الكتاب كان اختبار عميق جدا. وعجبني جدا. كنت أول مرة تقرأ الإنجيل؟ أول مرة قرأت الإنجيل واعيا. يعني أكيد قرأت آية أو آيتين من قبل ذلك، ولكن بدون وعي، ولم أهتم أصلا بما قرأت. ولكن في ذلك الوقت قرأت عن هذا الشخص المسيح واعيا، وعجبني جدا. أنا لا أعرف كيف أعبر عن روعة هذا الشخص، وأنا وجدت أن هذا الشخص كان يعلم ما هو يخالف العقيدة الإسلامية تماما. نعم. يعني في الإسلام تعلمت أننا نؤمن بعقيدة الولاء والبراء، الحب والبغض في الله. قيل لنا يا أيها المسلم يجب عليك أن تعلم أنك مأمور بأن تبغض أخاك في الله، حتى أخاك في الله، بقدر ما عنده من المعاصي، وعليك أن تحبه بقدر ما عنده من الطاعة. فطبعا الكافر يستحق البغض الكامل، لأنه لا ينطق حتى بالشهادة، فهو ليس عنده أي طاعة على الإطلاق. صحيح. وفي المسيح وجدت ما يخالف هذه العقيدة تماما. أحب أعداءكم، يعني حتى الأعداء. وقال المسيح وإن أحسنتم إلا الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم. نعم. نعم. وهذه الآية، فقط هذه الآية، هي عميقة جدا جدا جدا. هل أصابتك بنوع من الصدمة؟ صحيح. بنوع من وجهات نظر مختلفة؟ صحيح. خلت عندك أسئلة، علامات استفهام؟ صحيح. صحيح. والحرج الذي كان الذي لقيته في الإسلام ما وجدته في أقوال المسيح وفي شخص المسيح. في الشخص محمد لقيت حرجا في بعض الأمور. يعني مثلا رجل شيخ بلغ من العمر ما فوق 50، يتزوج ويمارس الجنس مع طفلة عندها 9 سنين، شيء يعني شيء حرج. يعني هل طالما يعني أتيت إلى هذه النقطة، ألم يحصل لكم أنتم الشباب الأوروبي يعني مستنيرين وواعين ودارسين، ألم يحصل لكم أن ناقشتم الشيوخ والمعلمين مرة في بعض من أمور السيرة النبوية مثل هذا الأمر؟ طبعا طبعا. طب ماذا كانت الإجابة؟ الإجابة كانت الله له حكمة فوق حكمتك، وهو أراد شيئا معينا بهذا الأمر. ونحن قبلنا أجوبتهم مع أن الأجوبة ما كانت مقنعة، ولكن قبلنا الشهادة. وقلنا نعم نؤمن بإله بالله ربا وبنبيه نبيا ورسولا. أقررتم يعني بهذا؟ لقد أقررنا بهذه الشهادة، وأصبحنا مسلمين، وأصبحنا ندافع فقط عن الإسلام، ولا نتساءل. صرتم في وضع المدافع.
صحيح. صحيح. يعني هذه شبهة تأتينا صح. ينبغي أن ندافع صحيح. عنها. لابد أن نجد طريق. مخرج. لابد أن نجد مخرج. والمسألة ليست البحث عن الحقيقة والحق، وإنما أن ننقذ إيماننا. طيب، وصلت إلى أنه المسيح رفع عنك الحرج، يعني الحرج الذي وجدته في عقيدة الولاء والبراء والبغض في الله لم تجده عندما قرأت أن السيد المسيح يقول أحبوا أعداءكم، ثم يتساءل إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم. فإذا هنا ما الذي أتى بعد ذلك؟ فأنا رأيت إلى المسيح وقلت لنفسي نعم، هذا الشخص فعلا يستحق أن نبحث وراءه وأن أن أتعمق في التعرف عليه. نعم. فبدأت أقرأ بزيادة، وفعلا يعني كل ما قرأت عنه عجبني جدا، وليس فقط أقوال المسيح وإنما حياته. يعني هو لم يقول كلمة إلا وفعلها. صح. إلا وفعلها. نعم. فمثلا يعني تتخيل رجل حكم عليه بالإعدام، ويأتي الذين سينفذون الحكم، والتلميذ يعني من الصحابة، من صحابة من الحواريين، من الحواريين كان يريد أن يدافع عن المسيح ورفع سيفه وقطع أذن يعني عبد من الذين يريدون القبض عليه. صحيح. وقال المسيح في هذه المحنة الشديدة يعني قال رد سيفك الذي يأخذ بسيف يؤخذ بسيف. فيعني الذي وجدته في المسيح ليس فقط أقوال جميلة وإنما حياة حقيقية عاشها المسيح. وأنا آمنت بأن فعلا الخلاص لهذا العالم هو في تعليم هذا الشخص. وأنا لا أعرف كيف ولماذا، ولكن اجتذبت من هذا الشخص. طيب، إذن هل حصل نوع من الصراع؟ الآن أنت في مفترق طرق. صح. طبعا الصراع كان صعبا علي، لأن أنا تعرفت على المسيح، ولكن في نفس الوقت كنت مسلما وآمنت، ما زلت أؤمن بهذا الدين. والإسلام يخوف المسلمين، فخشيت يعني لو تركت الإسلام لا يحدث يعني أشياء صعبة في الآخرة. وأيضا يعني كنت مقترد لو أخطأت، يعني كنت نعم. تفترض ماذا لو أخطأت. صحيح. نعم. ولو كان هذا يعني الشعور بالنسبة للمسيح وسواس شيطانية، فأنا من الخاسرين. نعم. وبئس المصير. فصرت ما كنت أعرف يعني هل هي أحساس يعني نابعة من الله أم نابعة من الشيطان، وسواس شيطانية.
في هذا الحال كنت في تردد وفي نعم شك، ولم أكن أعرف ما هو الطريق صح الصحيح، نعم ولكن في النهاية قلت لنفسي الذي يطابق فطرتي والذي يطابق ضميري هو ما وجدته عند المسيح، وما وجدته عند محمد يكسر ضميري ويخالف ضميري وفطرتي التي فطر الناس فطر الله الناس عليها. عليها. نعم. فكان لابد من قرار، وأنا قلت، وفي ذلك الوقت خصوصا دعوت إلى الله كثيرا بدعاء تعلمتها من رسول الإسلام محمد، قلت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ورديت هذا الدعاء مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا، وفعلا دعاء ينتفع به الإنسان، لأن هذا الدعاء لا ينظر إلى عقيدة معينة، يعني ليس مرتبط بعقيدة معينة، وإنما دعاء إلى الله وأن تطلب من الله الهداية. فقلت هذا، يعني دعوت إلى الله بهذا الدعاء، وفي نفس الوقت تذكرت الآية التي تقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم ويسلموا تسليما. فولا وربك لا يؤمنون، فمن أنا حتى أقول على نفسي أنا مؤمن وإله هذه الآية قد قال حكم بعدم إيماني، حكم بعدم إيماني. نعم. لأن الحرج موجود، وإزالة هذا الحرج لا يمكن. هل قررت أنه في يوم من الأيام أنه خلاص أنا سأترك الإسلام وسأصير مسيحي؟ نعم، يوم من الأيام أخذت هذا القرار، وكنت أثق تمام الثقة أن طريق المسيح هو الطريق الصحيح، وأن المسيح فعلا هو الطريق والحياة والحق. نعم. وهل كان بناء فقط على هذا الأمر أم بناء على مقارنة كثيرة؟ بناء على معرفتي بهذا الشخص. أنا أثق جدا أن من يعطي لنفسه فرصة يتعرف على هذا الشخص لابد أن يؤمن بهذا الشخص، لابد أن يؤمن. تقصد المسيح؟ المسيح. نعم. يعني الإنسان لازم، لابد أن يعطي لنفسه هذا الحق أن يتعرف على الشخص المسيح. فبمجرد تعرفك عليه تثق فيه وتحبه وتريد أن تتبعه. نعم. وأيضا الإحساس في داخلي الذي هداني إلى هذا الشخص، وكلما رأيت هذا الشخص قال شيء في داخلي، نعم هذا هو الحياة والحق والطريق. نعم. وهل أعلنت هذا الأمر في المسجد وتركت الدروس وتركت كل شيء، أم ماذا حصل؟ نعم، أنا أعلنت هذا الأمر أمام أصدقائي في المسجد، وأنا كنت أدرس أيضا في المسجد أطفال للغة الإنجليزية، هكذا خدمة. نعم.
وقالوا لي، وأنا متأسف جدا لهذا الأمر، وقلت لهم أنا اعتنقت آمنت بالمسيح، ولكن ممكن نبقى أصدقاء، أنا يريد نبقى أصدقاء، ولكن قالوا لي هذا لا يمكن، إن تركت الإسلام فأنت مقطوع من الجماعة، والحكم الإسلامي للردة هو الإعدام، القتل، من بدل دينه فاقتلوه. صح. ولكن نحن هنا في هذا المجتمع لا نستطيع أن نقتلك جسديا، فنقتلك اجتماعيا، فنقطع الصلة بك. وهذا القتل، هذا النوع من القتل، كان صعب جدا جدا علي، لأنني فعلا أحببت أصدقائي في المسجد وأحببت المسلمين حبا لا يتصوره أحد. لكن تعرف، كنت تعرف هذا الأمر، أنه أنت تركت الإسلام لهذا السبب يعني، فإذا كنت متأكد أن البغض في الله جزء من الإسلام. تركت الإسلام بسبب الإسلام كعقيدة، ولكن ليس بسبب الناس الطيبين المسلمين. فأنا أحببتهم وما أزال أحبهم جدا. ولذلك كان يؤلمني جدا الانقطاع. طيب ماذا حصل بعد ذلك؟ كيف تطورت الأمور؟ هل قلت أيضا للأهل وللوالد والوالدة؟ وما هي ردود الفعل؟ نعم، الأبوان كان يعني قالوا في النهاية الحمد لله، لأنهم رأوا ما حصل معي من تغيير، من شخص يبحث عن طريقة روحانية إلى شخص أراد فقط تطبيق شريعة ربه وشريعة فيها قساوة. وطبعا الأهل رأى هذا، انزعجوا، فلذلك طبعا كانوا راضين بترك الإسلام. يعني حصل، رأوا التغيير الأولي ورأوا صحيح. التغيير الثاني. التغيير الأول حولك من شخص يبحث عن الروحانيات إلى شخص يبغضهم في الله. نعم. والتغيير الثاني اللي هو بسبب المسيح، أنه شخص لا يحب أهله فقط، لكن يحب حتى من يعتبرون أنفسهم أعداء. صحيح. طبعا أنا لو كنت والدك طبعا سأفرح أنه ابني رجع لطبيعته ولا يكرهني في الله ولا يعاديني بناء على معتقدي الجديد ويحبني أكثر من الأول، فأنا طبعا سأفرح. تمام. لو كنت مكان والدك. تمام. طيب هل صارت أي تطورات بعد ذلك بحكم أنك معروف في الوسط الإسلامي، معروف بين الشباب، معروف بارينو ترك الإسلام، بارينو مرتد، بارينو، هل صار في ترديد بين من تعرفهم عن هذا الأمر، وصار في أي مشاكل؟ الشيخ في المسجد منع الشباب من التعامل معي، يعني منعوا الشباب منعا تاما، وقالوا لهم ممنوع أن تتعاملوا مع هذا الشخص، هو ترك الإسلام، لا نستطيع أن نقتله جسديا ولكن نقتله اجتماعيا. فحرام الاتصال معه. وهم طبقوا هذا الأمر. وهم للأسف الشديد طبقوا هذا الأمر، وأنا بعد سنين حاولت أن أتصل بهم مرة أخرى، ولكن ما زالوا لا يريدون أن يتصلوا بي. نعم. وهل هناك شباب آخرون تعرفهم، من حصلت معهم إما نفس التجربة
صاروا تعرفوا على الإسلام بسبب روحي ثم تركوه بسبب تطور في الفكر لمستويات لم يكونوا يعرفوها عند دخول الإسلام، بسبب نوع من الصدمة، ليس هذا ما توقعته في الإسلام، ليس هذا ما كنت أبحث عنه. نعم فهل كثيرون. أنا تعرفت على شباب كثيرين أخبروا وقالوا لي نفس القصة التي اختبرتها أنا. فأنا نعم تعرفت على شباب كثيرين اختبروا نفس الاختبار. وهل هناك أمل أن الناس تفهم ما الذي ينقص الشباب الأوروبي وكيف نتعامل معهم لإنقاذهم من عقيدة ممكن تدمر حياتهم للأبد، يعني ممكن تدمر حياتهم اجتماعيا هنا وممكن تفقدهم ما يبحثون عنه أصلا؟ فيما أرى العلم والتعليم والمعرفة الحقيقية عن الإسلام هي الوسيلة الوحيدة التي تنقذ عن طريقها الشباب في أوروبا، لأننا فعلا جاهلين بهذا الدين ويقولون لنا شعارات جميلة ولكن في الحقيقة شعارات باطلة لا حقيقة لها. و للأسف الشديد المجتمع والشباب هنا لا يفهمون لغة الإسلام، هي لغة العربية، ولا نملك الكتب التي تشرح لنا العقيدة الإسلامية، فعندنا صورة مشوهة عن الإسلام. يعني نحن نعتقد أن الإسلام دين لا يضر، دين سلام، دين سلام، دين نعم. محبة، نعم، وهذا شعار معروف بين الألمان أن الإسلام هو دين السلام، وفعلا يؤمنون بهذا الشعار. وأنا اختبرت أيضا شيئا مهما عندما قرأت في كتاب يعني صحيح بخاري بالألماني، كتاب مختصر يعني ليس الكتاب كاملا، يعني ليس البخاري الكامل، فوجدت حديث برقم نقول 5 ثم الحديث برقم 7، فأين حديث رقم 6؟ رقم 6 لم أجد هذا الحديث. ما هو في نظرك؟ وأنا طلعت في النسخة العربية، في النسخة العربية هذا الحديث التي قال محمد فيه من بدل دينه فاقتلوه، وهو حديث طويل ذكر فيه قصة علي بن أبي طالب. لو كنت أنا ما أحرقتهم لكن لقتلتهم لقول النبي من بدل دينه فاقتلوا. إذن فالأحاديث من هذا النوع التي تصدم الإنسان الغربي المنفتح بطبعه الذي ينادي بالحرية الدينية وحرية اتشالت. حتى نتمكن. صحيح. وأنا يوما ذهبت إلى مؤتمر إسلامي في جامعة من جامعات في ألمانيا، وتقبلت رئيس الجماعة الإسلامية في ألمانيا وطرحت عليه اقتراح، قلت له ما رأيك نترجم
تفسير ابن كثير للغة الألمانية، لأن لا يوجد هذا التفسير بالألماني. فقال لي لا هذا، أنا أشكرك على الخدمة الذي تريد أن تقوم بها، ولكن المجتمع ليس مستعد لهذا الأمر، فلننتظر. فأحسن أن فمن الأفضل أن تترجم بعض النصوص، وأنا سأعطيك بعض النصوص، ولكن أرجوك لا تترجم تفسير ابن كثير. هل في نظرك أنه انتقاء النصوص وانتقاء ما يترجم للغرب هو نوع من الخداع ونوع من المكياج للإسلام طبعا، ريتما يظهر الإسلام على حقيقته؟ تمام، صحيح. وفي المجتمع، المجتمع خدع وما يزالون مخدوعين بأمر يقولون، يعني مثلا نقرأ في القرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وإلى آخر تلك الآيات الجهادية، يقولون نعم الإسلام دين سلام، ولكن نحتاج فقط إلى التفسير الصحيح. يعني الذين يفسرون الإسلام بأنه دين يدعو إلى العنف، فهؤلاء لا يملكون التفسير الصحيح. وأنا أقول يعني ما هو التفسير الصحيح؟ التفسير الصحيح هو ابن كثير والطبري والقرطبي وغيرهم. فقلت لابد أن نترجم تلك الكتب لكي نعرف التفسير الصحيح، نعرف التفسير الصح. نعم، لكنهم لا يقبلون ذلك لأنه بسبب نعرفه، نعم، أنه سيشكل صدمة وسيشكل نفور للإسلام عند المتلقي الغربي. صحيح، وهم حارسين بأن لا يعرف الإنسان الكثير عن الإسلام قبل دخوله في الإسلام، فبعد ذلك يكشف بعض الأمور شيئا فشيئا، لأنك قد قبلت العقيدة وقد قلت نعم أنا مسلم، فأصبحت مدافعا لهذا الدين وليس باحثا. ففي حالة البحث أو قبل أن يدخل الإنسان الإسلام لا يكشف معلومات كثيرة. نعم، يعني سؤال أخير يعني، وأطلب جواب، يعني ما الذي تقترحه على مثلا البرامج التي نعرضها على قناة الحياة وأنت من المتابعين لسؤال جريء؟ هل تقترح أنه بعض المواضيع لازم تقدم بلغات أوروبية، سواء فرنسي أو إنجليزي أو ألماني أو إيطالي إلى غير ذلك؟ هل تقترح أنه هذا لازم يطرح للمتلقي الغربي أيضا؟ أمين، نعم، هذا مهم جدا، لابد ممن يقوم بهذه الخدمة، ترجمة النصوص الإسلامية. وأنا أركز على كلمة نصوص الإسلامية، لأنني لا أريد أن يعرف الإسلام عن غير طريق علماء الإسلام، فلابد أن يكشف الإسلام ويفضح الإسلام بنصوص علماء الإسلام. ومهم جدا أيضا فيما أرى ترجمة حلقاتكم أنت ووحيد مثلا، لأن الأسئلة الجريئة التي تطرح في برنامجكم يعني أسئلة مهمة جدا، وخاصة للشباب في ألمانيا أيضا. وللأسف الشديد البرنامج فقط
باللغة العربية والشباب المخدوعين لا يفهمون هذه اللغة، فبالتالي علينا وعليكم بترجمة البرامج. نتمنى ذلك. أشكرك الأخ بارينو على أنك أعطيتني فرصة رائعة لإجراء هذا الحوار، وأتمنى أن نقابلك في لقاءات أخرى ربما نتكلم على مواضيع أخرى بالتفصيل. شكرا. مشاهدينا أشكركم على متابعة هذا اللقاء، وأتمنى أن يكون فيه ما يفيدكم روحيا وأيضا فكريا واجتماعيا أيضا، وكيف نتعامل مع الإسلام ومع الذين يعتنقون الإسلام في المجتمعات الغربية. أستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة أخرى بإذن الله.